في درب مغاربي مثير ينزل شباب الوزداد الجزائري ضيفا سهرة اليوم على الوداد البيضاوي المغربي ضمن اياب ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا. ممثل الجزائر شباب الوزداد سيحاول قلب الطاولة على منافسه الوداد بملعبه والظفر بتأشيرة العبور لنصف النهائي الاول لاول مرة في تاريخه، في حين يسعى الوداد لتجديد انتصاره على النادي الجزائري متسلحا بعاملي الارض والجمهور. بعد فشله في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب 5 جويليا بالعاصمة الجزائرية، يواجه شباب الوزداد الجزائري نظيره الوداد البيضاوي المغربي لحساب ياب دور ربع النهائي من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، وعينه على التعويض أمام ذات المنافس بملعب محمد الخامس وتدارك هزيمة مواجهة الذهاب قصد العبور لأول مرة بتاريخ مشاركات الفريق بالمنافسات القارية إلى المربع الذهبي. شباب الوزداد ورغم خوضه لقاء الذهاب على ملعبه وأمام جماهيره وأمام خصم خاض معظم فترات اللقاء بعشرة عناصر مني بهزيمة بهدف لصفر، فوت بها على نفسه وضع قدم في المربع الذهبي قبل مواجهة الإياب، وبالتالي بات مطالبا بالتدارك أمام الوداد أحد أبرز الأسماء المرشحة لتتويج باللقب القاري هذا الموسم. ومن المنتظر أن يجري المدرب البرازيلي باكيتا تعديلات على التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب قصد قلب الطاولة على الوداد، خاصة في الشق الهجومي الذي كان الحلقة الأضعف. مأمورية شباب الوزداد لن تكون سهلة أمام الوداد البيضاوي المغربي صاحب الضيافة الذي سيخوض المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزه الخامس على التوالي في المسابقة. إذن هو دربي مغاربي يعد بالكثير بين ناديين يعرفان بعضهما جيدا، أحدهما سيحاول تأكيد أحقيته بالفوز في لقاء الذهاب، في حين يسعى الآخر للتعويض قصد دخول تاريخ المنافسة بالتأهل لنصف النهائي لأول مرة.